مستر وميسيس ديلاي، توعدوا ان انتوا هتحبوا بعض في السراء والضراء؟ ايوه بنوعد. ممكن نسرع شويه؟ بتوعدي يا ميسيس ديلاي؟ ايوه وانا كمان. لو في حد عنده اعتراض على الجوازه دي؟ ايه ده؟ بس الطريقه اللي بنقول بيها. خلاص اسكتي كده افضل. مين هيمسك البوكيه؟ الحقوني، دول مجرمين. ما تقلقيش يا صغيره، انا جاي. مش قادر، لازم اعمل كل حاجه بنفسي. ده بيت العيله الجديد بتاعنا، عجبك يا حبيبتي؟ انا سعيده جدا. يلا بسرعه. اهلا بيكي في البيت يا حبي. اوه ده ليا؟ كل الهدايا دي بتاعتي؟ يلا لفي يا حبيبتي. واو ده مقاسي، دايما كنت عايزه اكون ويلفرين. خدي ده. مش كفايه؟ اوه ايه ده؟ دي انا؟ جميل. في حاجه غلط يا حبيبتي؟ اوه صح، المخلف في المكان الغلط. انت جنتلمان، يعني الراس كانت بالحجم ده؟ هكتب ده. شعر اصفر، عيون بارزه، ابتسامه مخيفه. انا فعلا فهمت. يلا نعمل رسم تجميع. اوصفي عيونها تاني. فعلا مخيفه. اها فهمت، حاجه زي دي. هاجي تعالى هنا، تعرف ايه ده؟ عارف ده اي كلام. اوه يا جماعه، تقدروا تقولوا لي مين ده؟ مفيش حاجه زي كده. شكله فعلا كده، ايديها كده ومعاها صولجان. فهمت، نبدا من جديد. ايه اللي عندنا هنا؟ مش ده ولا ده. اوه ده فكرني بحد. انا ما عملتش حاجه. يمكن المشكله انك مش بتعمل حاجه. يا جماعه بطلوا تتخانقوا، انا قربت اخلص. طبعا كنت عارفه. اتفضل يا هاجي. مخلبك رجع تاني. اعتقد المخالب دي مش هتكون كفايه. فين الصولجان بتاعي؟ ايه والعصايه بتاعتي؟ جاهزين؟ يلا نفجر كل حاجه. الموضوع ده ممتع جدا. انا موافقك خالص. يلا نتخلص من حاجات الفرح دي. ايه ده؟ كتير من المرح. انا سعيد. اسفة اتحمست زيادة. راسي، راس مراتي بقت جميلة ونضيفة تاني، بس مفيش حاجة زي الأصل. ده ليك يا حبيبي. دي صورة من أول جريمة عملناها مع بعض. ده لطيف جدا، خلينا نعلقها. بندور على المجرمين الخطرين دول. ايه ده؟ هاجي أنا مش حيطة. بص يا كاتناب، علقت كل المنشورات. غبي، المنشورات دي محتاجة تتعلق في الشارع. آسف يا باص. حطهم في كل مكان. تمام، في كل مكان، في كل مكان، في كل مكان. خليك شغال. ايه اللي حصل؟ كل حاجة بتتهز. امسك نفسك. طيب ايه اللي عندنا هنا؟ انا مش فاهم الصوت ده جاي منين. حبيبتي حصل حاجة؟ انا جعانة شوية. هنطلب دليفري. نفسك في ايه؟ انا نفسي في فهم؟ وسلطة وسودا دايت. مسجل ده؟ تمام. ومش هننسى الحلو. متأكدة انك تقدري تاكلي كل ده؟ اوف ده تقيل قوي. هي دي عزومة فرح؟ هو قال فرح، ممكن يكون عارف. يلا بينا. ظهري. بوليس. هاجي وريه. مش ده، وريه منشورات. شفت الكابل ده؟ اوه صح. اوه العلب دي. بصوا يا حضرة الظابط، هو طلب حاجات كتير لدرجة ان ظهري مش قادر يتحمل. مش دي جريمة؟ شش، عندي خطة. عزيزتي. دليفري وصل. توصيل الحلويات بدون فخ في خدمتكم. بسرعة هموت من الجوع. كل حاجة ماشية حسب الخطة. ما تقتلنيش لو سمحت.
أنا صغير جدا. هاي، وبالنسبة للبقشيش أحسن من مفيش. إيه الصوت ده؟ لذيذة حبيبتي، بالراحة. قطع كمان. خلاص كده، معدتك لازم تكون مليانة. أوه، أسفة يا حبيبي، سبت لك شوية كمان. إيه؟ طيب، شكراً، ده لطيف جداً منك. أعتقد دوات إن إحنا نعمل اختبار حمل. طيب، ممكن تكون صح. طيب، النتيجة إيه؟ حبيبتي، إيه الأخبار؟ مفاجأة، هنجيب بيبي صغير ديلاي. أنا ممكن أنط من الفرحة. لطيف قوي، هصور اللحظة دي. إيه؟ هو بيرقص دلوقتي؟ مش ممكن. كاتناب، أنا مسكت ديلاي، هو قاوم بشدة بس مسكته. هاجي، مين ده؟ ممكن أمشي؟ إيه؟ مش ده مستر ديلايت؟ وإنت بتلعب وبتسخر مننا. بص، فرصة واحدة كمان، هجيبه ليكي. حبيبتي، جبتلك بطانية. ده لطيف قوي منك. ما تعيطيش يا حبيبتي، أهي أقلامك الملونة المفضلة، نقدر نزين بطنك. يلا نلعب لعبة. أنت مجنون؟ أنا هوريك لعبة. ما تتحمسيش قوي. امسك. أقف، ما تتحركش. إيه؟ يوه، ما جاتش، كنت هتقتليني. أوبس. حاسة بإيه؟ حاسة بالتقلصات. اتنفسي، كله هيكون تمام. يلا نروح المستشفى؟ يلا بينا، دكتور دوجدي، إحنا جينا عشان نشوفك. اتنفسي، اتنفسي. إيه اللي عندنا هنا؟ أوتش، طفل شقي. ده ولد ولا بنت؟ مشوق، عمري ما شفت حاجة زي دي قبل كده. ايه رأيكو؟ احنا كمان مش عارفين. تفتكروا مين اللي في بطن مسز ديلايت؟ قولولنا في التعليقات. هاي، احنا لسه مستنيين. طيب، خلينا نبدأ حفلة الكشف عن نوع المولود، ولد ولا بنت؟ هيكون ايه؟ انتوا هجيبوا قلم رصاص؟ ده رائع جدا. طبعا. أعتقد إنها بدأت. بدأت؟ واو، حساس قوي. يلا يا مامي، أنا متوترة جدا. هما راحوا فين؟ امسك نفسك يا مستر ديلايت. هاي بابا، مبروك، جالك قلم رصاص. بص عليه. شش يا بيبي، إيه اللي عندنا هنا؟ يمكن اللعبة هتفرحك؟ هو جميل قوي. مش قادره امسك دموعي. ازاي عملت كده يا هاجي؟ كانوا مسلحين. مش مشكله يا بنت، هنعلمهم درس. انا واثقه فيكي. لازم هاجي، يلا نشتغل مع بعض، المره دي مش هيهربوا. انتي في البيت يا حبيبتي، اهي الليفنج روم بتاعتنا، وده مضربي. اهم حاجه كل ذكرياتنا في ألبوم العيلة. ده من زمان قوي. ودي كاتناب. لازم نضيف الصور الجديدة. حبيبي، لازم نأكل البيبي. مفيش مشكلة، أهو. رائع مش كده؟ ممكن تسرع؟ أيوة، كنت بس بعمل التركيبة. اتفضل يا صغير. فيو، عملتها. أهم، أنا كمان جعانة. كنت عارف، ميلكشيك لمامي. شكرا يا حبيبي، أنت الأفضل. استمتعي. أوتش، حبيبتي؟ ده مش أنا. متأكدة؟ ده البيبي. أيوة، تغيير الدايبر العاجل. ليه تستخدمي إيدك وأنت تقدري تستخدمي سحرك؟ فيو، يايكس، حبيبي، اتخلص منها. تمام.
يلا ما تعيطش يا بيبي، هساعدك تنام. مش نافع. أغنية للنوم؟ طيب يمكن بنحب نفس الأغاني؟ حبيبتي اطفي ده. نام خلاص، هو زي بالظبط. أخبار رائعة، انت هايلة. طيب ما تنامش. في ايه يا حبيبتي؟ البيبي محتاج سرير. طيب هجرب. اثبتوا، ما تتحركوش بوليس. انتوا بتحاولوا تستخبوا؟ ما تفكروش في كده. هاجي ما تحرجناش. عموما انتوا مقبوض عليكم، انا مش هسيبكم. هدي. باي باي حبيبي. اديني القلم يا ديلايت. ابدا، ده البيبي بتاعي، رجعه. انتي اتمسكتي، ده انتهى. اوبس. استسلمي، اديني البيبي. اهدي بس، ما تقتلنيش. فيو، اعتقد اني هربت. جاتلي فكره. طلعي بس مخالبك وزمجري، جربي. ممكن تمسكوا لحظه؟ دي جت. مش مهم، ادوني البيبي بتاعي. كاتنب، ليه اخدته؟ ومين اللي اخده؟ لا انت، خليك مكانك، انا همشي من هنا. واحد، اتنين، تلاته، اربعه، خمسه. واو، انا فين؟ اتحركي. راسي، هي جاية، بسرعة نستخبى. فاكرين ان انتوا ممكن تهربوا؟ ده في احلامكم. اي بيت هبدأ بيه الاول؟ ده. سيبي بيتي. خدي، ده مرعب قوي، دي هتدمر بيتي. حد يلحقني. اهو، مش هتعرفي تهربي، صح؟ راسي بتلف. ها؟ هاي هابي. يا ربي، انتي اتمسكتي. ايه اللي مستنيني؟ انتي جاية معايا، بقيتي في قبضتي، انتي عارفة؟ مبروك، بقيتي اول قطعة شرفية في مجموعتي. يا ربي، انا مش عارفة افكر. اخرج ازاي من هنا؟ في مكان للكل. اسفة، عندي شغل لازم أعمله. كاتنب، أنت بتعمل إيه هنا؟ البيت ده بتاعي. هوش، دي لايت ممكن تكون قريبة. مش شايف. البيت اللي جنبي أقوى من ده. خلاص، هستخبى هنا. أنت هنا ليه؟ هاجي، هقعد معاك. ليه كلكم هنا؟ البنا ده ضعيف قوي. ده مزعج قوي. كفاية، أنا ماشي. مش هقعد هنا لوحدي. كاتنب، أنتي المكان ضيق. في الحالة دي أنت هتخرج من بيتي. لا، أنا هفضل، أنتي هتخرجي. أوتش، كفاية. أوبس، دي هي. ميس ديلايت، هاجي، دي جاية. استخبوا. انتوا فين؟ في حد هنا؟ مفيش حد. ولا هنا؟ لا، لا، لا. هبدأ بأي بيت، أنا اللي بحدد. سيبيني. ده ايه؟ لا. في طريقة سريعة نهدم بيها البيت. ايوه، خلصت. يلا نشوف مين مستخبي هنا. غريبة، مفيش حد.
خلاص كده، انتوا ضايقتوني. يايكس. احنا انتهينا. محتاجة دينامين. هايل. البيت هيتفجر لألف قطعة. مستحيل، مفيش نار. بام. ايه؟ فشل تاني. مش مهم، عندي خطة بديلة. مش هتصدقوا اللي جايلكم. يا ربي، هنكتشف مين فيكم بيغير. يا ربي، خلوا بالكم. هاي انتو، مين مستخبي هنا؟ ده بيزغزغني. كفاية، انا بجد بغير. واحد تاني. بلاش، لا بلاش ده. هابي، انا فين؟ استمتعوا، هرجع قريب. ديلايت مشيت، لازم اطلب مساعدة. كيو، طلبتها. سحابة تانية، وكمان واحدة. جميلة قوي. مفيش حد، دي فرصتنا. اجري. استنى، عندي فكرة. ايه دلوقتي؟ يعني المفروض نهرب. هخلص بسرعة. انت بتعملي ايه؟ وقتنا ضيق. ترى، ها؟ قطع كرتون. واو، شكرا. ده هيعطل مس ديلايت شوية. دلوقتي اجري. بجد؟ اها، اتمسكتوا. ايه؟ يا ربي، ده كرتون. هما بيستهزأوا بيا؟ ده نفق، احنا خرجنا. لسه في استغماية، بس على مستوى اعلى. واضح ان احنا لازم نستخبى احسن. بصراحة انا شايف كويس قوي. اوتش. انا هنزل الصندوق عشان نقدر نستخبى. بتتعمل بالطريقة دي؟ مش نافع، انا مش قوي كفاية. انا هساعدك، يلا مع بعض. قربي اكتر. فشلنا. يلا نجرب ضربة ماريو. مش عارف مش نافع ليه في الحياة الحقيقية. ميس ديلايت قريبة مننا، هنعمل ايه؟ ارجوكوا اضغطوا على زرار اللايك عشان نقدر نهرب من ديلايت. لايكس اكتر. دي جاية، ارجوكوا. ساعدونا. بص، ده طريقنا للخروج. اوه ايوه. ياي، عندنا مكان نستخبى فيه. ده صندوقي انا. لا ده بتاعي، هاتي لنفسك واحد تاني. لا انا اللي شفته الاول. سيبيه، مش هسيبه. اوه بجد؟ يبقى نامي. ده كان سهل. انا بعيد عن الاذى. يلا نشوف ميس ديلايت فين. قريبة. دوك دي لسه نايمة. أنا لازم أساعدها. مش هقدر أتخلى عنك. خليكي ثابتة. أحسن بكتير. ادخلي في الصندوق. دي صناديق كتيرة قوي. أختار أي واحد الأول. اللي فوق. أنا جاهزة أدمره. أوه لا. أوه أيوة. أوه لا. أوه أيوة. تاني. خلاص كفاية، أنا مستمتعة قوي.
مين مستخبي جوه؟ دي نهايتي. ثانية واحدة، أنا سامعة صوت حد نايم. رسالة؟ صحابي الأعزاء في خطر؟ أنا جاي أنقذكو. في حد نايم؟ يلا نشوف هو مين. ها؟ لا، أعمل إيه؟ اصحى. دبدي، ده وقت مش مناسب للنوم، أنا هصحيكي، يلا. أوه، أغنيتي المفضلة. أوه لا، مش الأغنية دي، مش بقدر أقاومها. واضح إنها نفعت. صباح الخير يا جماعة. أوبس. هاي. أرجوكي بلاش ده. مسكتك. مش يوم حظي. قطعة تانية في مجموعتي. إيه اللي هيحصل بعد كده؟ أنا هجرب حظي. لازم أخرج. أوبس، دي شافتني. بتحاولي تهربي؟ في الحالة دي كلكم هتكونوا عرايس. لا لا لا، مش هتعرفوا تهربوا دلوقتي صح؟ لازم اهرب عشان اعيش دلوقتي. مش مناسب، مستحيل اقدر استخبى في الصناديق. اعمل ايه؟ مفيش غير طريقة واحدة. آسف يا بيبي فار، مفيش طريقة تانية. لازم أعمل كده. مستخبي فين يا قط؟ آها، لقيتك. أوه، أنت ليه بترتعش؟ لا. لازم يكون في باب. في حد في البيت؟ ايه؟ فار؟ انا بكرهه، الفرن بتبوظ كل حاجة. دلوقتي انا اتعصب. اخر صندوق. هي دي نهايتي خلاص؟ هابي، دوغ داي، ما تقلقوش، أنا هنا عشان أنقذكو. مين هينقذني أنا؟ أنا كنت هنسى، عندي هدية ليكو. واو، هي قبلتني. إيه المكان الغريب ده؟ صوفي هنا، اثبتوا، دول ليكو، كل واحد هيكون ليه بيته الخاص. أنا لازم أنام، تصبحوا على خير. يو، دي ماشي. طيب يعني ده بيتي؟ ايه الريحة دي؟ يو، مقرف، بيت من المهملات. اتحرك، البيت ده عاجبني. كل اللي محتاجه هو شوية تنظيف. أول حاجة هتخلص من العناكب. يا ربي ده مطرب. يو، مقرف. أوبس. طيب أنا هنضف السلايم ده بسرعة، وهعمل منه سلايم لزج علشان أجمع المهملات. نفع. عملتها. في كيس مهملات كامل يا هابي. هاي، أنا كلي عضلات، أنا هتخلص من المهملات في لحظة. هاي، أوبس، كنت هنساها، ده كان سهل جدا، ممكن اطلع الكيس بتاعك بره. واو، انت لطيف جدا. انا همشي. هابي، انا ممكن ارتاح شويه. هاي هابي. في ايه؟ شوف بنفسك، المهملات وقعت، ازاي هتعامل مع ده؟ مين اللي هينضف؟
ده كان فعلا محرج. أنا هتعامل. أتمنى. أوه يا ربي، طاقتي خلصت، البطارية فضيت، أعمل إيه؟ يا شباب أعملوا لايك عشان تساعدوني أشحن بطاريتي. أوه أيوة، لايكس أكتر. واو، أنا جالي منفخ هواء، شكرا. أنا لازم أجربه. فيو، هو كويس. يلا نشتغل. الصبح خلاص جه، الشمس بتعمي. عرفت، هعمل روف عشان يحميني من أشعة الشمس، وهضيف شوية تل على الباب. في حاجة ناقصة، فيونكيت، ممكن أعملهم بسهولة بالشرايط. لطيف. إيه ده؟ أوبس، ده شريط نور. ده مناسب جدا. ها؟ ليه مش بيشتغل؟ أنا لقيت شريط نور مش حلو. إيه المشكلة؟ مش راضي يشتغل. أنا عارفة هعمل إيه. بالونة؟ أو ده نفع. واو، شكرا، جاتلي فكرة. أنا هبدأ بدهن السقف. الأورنج هو الدرجة المفضلة عندي. طلع شكله جميل جدا. هاي هاي، ادوله شوية وقت ونجد الروف هيطلع شكلها مثالي. بعد كده هيكون دور الفوانيس. أوبس، أنا تقريبا اتحبست. ايه اللي مضحك؟ انت بتضحك جدا. مش مشكلة، أخيرا أنا هعمل لمبة قوية باستخدام شريط النور ده. هعمل فتحة في كرة الريشة وهثبت لمبة. أهو، بعد كده هركب تحفتي الفنية فوق المدخل. شغل هاي، ده فخري وفرحتي. أتمنى القوة تكون معايا. مفيش زي أضواء النيون على الحيطة. واو، حبيته جدا، عظيم. إيه ده؟ سلك ملوش لازمة. أوبس، أنا هصلحه. ترى، ما كانش في حاجة تقلق، بيتي هيكون منور كويس. هستخدم طريقة دقيقة، هثبت اللمبة في ماسورة الستارة. خلاص، الحيطة هتتزين بشريط LED. أنا هستخدم تل للحيطة. فيو، أنا تعبت. واو، النيون كان الجزء اللي ناقص. هاي، ها؟ الأرض ناشفة جدا، اللي قعدت عليها عامل زي التعذيب بالظبط. أعمل إيه؟ القوة العالية بتوسل ليكي. أوه شكرا، لحف نعم جميل، ده نعمة. لحاف؟ أنا كمان محتاجة واحد. البنفسجي مش اللون بتاعي، أنا هخلي اللون اللحاف أخضر. لو سمحت ممكن تديني اللحاف؟ لا، ده ليا أنا. يبقى أنام أحسن. أحلام سعيدة. ده اتطفى. أها، هي دي الحيلة. واضح جدا إن اللحاف معمول مخصوص لبيتي. أنا ما عنديش لحاف. أنا نسيت محل الأرانب. دلوقتي بقى عندي كل حاجة محتاجها، لحاف، مخد على شكل أرنب. لكن المشكلة، ليه متوسخة قوي كده؟ مستحيل أعرف أنضفها. هوبي المسكين، كاتنب لازم تساعد، مخلبي محتاج يتسن. في إيه؟ بما إنك سرقتي لحاف هوبي، يبقى لازم تساعديه ينضف. كاتنب، إنتي جيتي تساعديني، إنتي لطيفة، يلا نشوف مين أسرع. قبلت التحدي. خلاص، إنتي شايفة أي مخدة أفضل؟ كاتنب، روحتي فين؟ طيب، هحتفظ بالاتنين. إيوه، كان صعب أجيب المرجيحة، لكن بالتأكيد تستاهل المجهود. هضيف مخدات ناعمة.
رائع. يا ربي مخالبي مش قادرة أبص لهم، لازم أسنهم كويس. سقف الجارة مناسب جداً للموضوع ده. إيه اللي بيحصل؟ إيه الوقاحة دي؟ امشي، المخدات كفاية. بينادوكي عشان تنامي. لذيذ. كاتنب اوعي تبوظي سقفي. اقدر اسن مخالبي فين؟ اتفضلي جزارتي، احتفظ بيها. اوكي، في حاجه هنا ممكن تستخدميها. اوه شكرا، انا عارفه هعمل ايه. هلف الحبل حوالين العمود واضيف قمة حلوة. عمود خربشة مثالي، مفيش حد يقدر يمنعني ان انا اسن مخالبي وقت ما احب. فكرة هايلة، خياطة مخدة جديدة حاجة مسلية. نقص. واو عايزها. اول حاجة لازم اقص الزيادة. العظمة مش صالحة للأكل، دلوقتي محتاجة خيط. دي باظت خالص. خيطي القطع مع بعض بحذر واقلبيها. هي ازاي عملت كده؟ هملى المخدة بالحشو. جاهزة. أنا فشل. ما تزعلش نفسك، خد سناك جيلي العسل. لذيذ جدا. تقدر تساعديني اعمل مخدة جزر؟ جزر؟ ليه لأ؟ نقص. نخيط. نحشيها. المخدة جاهزة. واو انت لطيفة جدا. مياو. بار. حظي حلو، حد هياكل غداء على أعلى مستوى. مش ممكن تاكلي فين؟ مش مشكلة، أنا مبسوطة بالفار اللعبة. هحطه على حبل صيد وأضيف بلورة. انتوا عارفين إن القطط بتحب تلعب أكتر حاجة إيه؟ قولولنا في التعليقات. لازم أحدد مكان مناسب لتزيين الجميل. هحطها هنا، بالتأكيد دي أفضل حاجة ألعب بيها. وقت السناك. عندي فكرة، نرسم. نقص. نزين. نضيف عيون، أنف، وودان. كل اللي هعمله تثبيت المراية. أهو المضارب المفضلة عندي تستاهل أحسن مكان على الحيطة. هثبتهم بالرباط البلاستيك وأعمل رف جميل. هشيل الزيادات وأرتب نظاراتي المفضلة على الرف. هاي نقيس الطول والعرض. خلاص جاهز. رمل القطط بتاعي. مينفعش نبخل في الرمل. طيب فين مجلتي اللي بحبها؟ ما تبصوش. المكان ده مثال لصندوق البريد، انا هثبته بس. انا عارف انه هنا. اهو جواب علشانك. البريد وصل. ايه اللي فيه؟ شماعات؟ حاجة مشوقة. طيب انا عارفة هعمل ايه بيهم، هيكون شكلهم لطاف على الحيطة. يا حجر مستنياك حياة جديدة. اهلا بيك في العالم الاخضر العظيم. الحجارة ممكن تعمل سور حديقة قوي. عشان اكمله هحتاج تربة.
بذور الجزر هي كنزي. هو صحي وقوي. ليه مش بينبت؟ يلا، مفيش ولا ورقة، مفيش أمل، مفيش فايدة. إيه؟ ما تيأس، أنا عندي سماد خارق. اتفضل. واو، شكرا، هستخدمه كله مرة واحدة. اكبر. أيوة، شجرة الجزر. أنا مزارع رائع، بيتي يستاهل يكون الأحسن. أوه أيوة، انسى، بيتي هو الأحلى. لا مش حقيقي، أنا عندي أحلى بيت يا فاشلين. هنشوف الموضوع ده يا قطة، إيه رأيك؟ أنا مش هستحمل أكتر من كده. أوه، إيه اللي حصل في اللابتوب؟ أوه لا لا لا، سكوت، خليكي جوه الدولاب يا رهنتي الصغيرة. أنا بكره العناكب. أنا قلت سكوت. أوه، إيه ده؟ استخبي دلوقتي. المكان ضيق شوية على اتنين، واخدة بالك؟ طيب، عايزين تلعبوا؟ نوك نوك، في حد في البيت؟ يا ربي، ده هدر للمخالب بتاعتي، الكرتونة فاضية، لكن في علبتين تانيين، أكيد في حد. لازم أشتته. القطط بتحب إيه؟ أوه، نار، همسكها، همسكها. ما تهربيش، رايحة فين؟ أوتش، مش هتمشي بسهولة. يا ربي، أوه أيوة، أكتر مخالب حد عندي هستعملها. يا شباب، أعملوا للفيديو 1000 لايك عشان تنقذوني، أنا بترجاكم. واو، شكرا جدا. هي ليا. أستاذ غاز، ما تضيعش نفسك. إيه؟ إيه المشكلة؟ هي أنت؟ أوه يا ربي، دي هربت تاني. إهدي، ده أنا زهقت منكم، مش هتهربوا المرة دي. خش، أعمل إيه فيكو؟ أنا جاتلي فكرة، يلا نشوف. اتحركي اتحركي اتحركي. أنا عايزة أشوف هو بيعمل إيه. مش هتقدروا تستخبوا مني. دي ليك. فعلا أنا بحب الهدايا، شكرا. إيه ده؟ فار؟ هاي فايف يا توأمتي، الجولة دي كسبناها. القط اختفى، كويس، يلا نشوف. يا ربي، إيه اللي بيحصل هنا؟ مستحيل، أختنا؟ ساعدوني. ليا، هنعمل إيه؟ استخبي هناك، سيبيني، أنا الأول. استني، مش هتروحي أي مكان، ده هياخد دقيقة واحدة بس. استني، قوة اليونيكورن. أوه يا قط يا وحش يا وقح، امشي من هنا، اجري. أنا بكره اليونيكورنز. انتي روحي ورا هاجي. اوكي، انتوا فين؟ اظهروا، احنا في مشكلة. اوبس، انتوا مستخبيين فين؟ هاي انتي، امشي من هنا.
أنت يا أزرق مش قدي. سيبني أرجوك. تعالي هنا، أنا هاخد حقي منك. إيه؟ ممكن نخرج دلوقتي؟ لسه بدري. اقعد في الدولاب يا وحش يا أزرق. ده فظيع. إيه؟ القط مشي؟ هي يا أختي الصغيرة، القط مشي. من هنا. أنت هتروحي اللوكر وأنا هروح ورا الشجرة. لا، هيشوفني. أستخبى فين؟ أوه، هنا ورا الصناديق. هايل، الخطة فشلت. أنا محتاجة خطة بي. أستخبى فين دلوقتي؟ أوه، ده هنا. يا ربي. طيب طيب طيب، مين مستخبي هنا؟ جاهزين ولا لا؟ انا جاي. يا شباب اعملوا لايك، ما سيبونيش. مفيش حد هنا. هكمل بحث. يو يا شباب انا مدينه لكم. هي يا بابي. جود بوي. ازاي جيت هنا؟ القط هناك. يا ربي. لا لا لا، جود بوي. كويس، ما تعضنيش. استنى، عندي حاجة ليك. مش زي ما انت فاكر. بص، ده أكل كلاب. لذيذ. أهو، باي باي. فيو، أوتش. تاني. برافو عليكي. طيب كفاية كده. الفتحة، يلا. مستحيل نعرف نوصل لها. في حد ايده قصيرة قوي. اوه، عندي فكرة. اللي محتاجينه ايدين طويلة. رائع. بصي لقيت ايه. بالراحة شوية. اوبس، اسفة. اتحركي، انا هتصرف. أوكي، أنا هروح الأول. تعالي ورايا يا أختي. أوه يا ربي، القط صحي. خلاص كده، أنا شايف لون أحمر. لا لا لا، ابعد أرجوك. طيب مين اللي كسب دلوقتي؟ ها؟ بقى في إيديا أنا. أنتوا ليا. أكيد لأ طبعًا. فيو، مش هتعرفوا تسحفوا بعيد عني. لا، ساعديني كارولاين، ما سيبينيش. استني. لا لا، ارجوك ما تبخش فيا. جيم اوفر. فاضل واحده كمان. انا جايلك يا عروسه يا بيبي. استني، انتي مش هتمشي. هاي، انتي رايحة فين؟ البحث مستمر. هروح فين بعد كده؟ فيو، انا رجعت. ايه ده؟ مسدس المية هيكون مفيد. رائع. اوه لا، القط رجع. انا هستقبله بترحيب حار. هاي كيتي كات، تعالى. أيوة، أنت هنا. أنا صعبة تهزم. هي فين؟ أستا لا فيستا يا كيتي. أو لا لا لا، أوتش، ظهري. دي فرصتي. حاول تتفاداه. مريب. ميا، أنا جاية. هو ده الباب. للأسف مش عارفة الرمز السري. يا شباب ساعدوني، قولولي الرمز الصح. قولولي في التعليقات، ده مهم جدا. إيه هو الرمز السري؟
ممكن يكون إيه؟ محتاجة تلميح. أوه، هو ده؟ شكراً جداً. هجرب. 18، 18، ده نفع. أختي، أنا جاية. أختي! هي فين؟ دي كانت هتخدعني. أنا متأكد إنك هتفشلي. صاروخ مميت. وطي! أوتش! هيو! أو يا ربي! أرجوك بلاش! ساعدونا! لا! أنا بترجاك! ارحمنا! إيه؟ ساعة! أنا محتاجة فرصة تانية! أوه! دلوقتي أنا جاهزة! خد دي! لا! أوه أيوة! نفع! إخواتي! أنتوا هنا! ياهو! دلوقتي إحنا أحرار! بصوا! مين هناك؟ يم يم! يا ربي! واحد تاني! إهربوا! يم يم! لذيذ! آه! ها؟ نجمة! دوركم جاي! لازم ننقذها! شدي! أقوى! يلا! إحنا فين؟ راسي! يا ربي! ده مخيف قوي! افتحوا الباب! انتوا مستخبيين فين؟ هلاقيكم! اوه يا ربي! لا لا لا! من فضلك ما تلاقيناش! ابدأ بأي صندوق! انا جعان! اوه يا ربي! ايه الأموات دي؟ انا هموت من الجوع! استنى، انا معايا حاجة! ده مثالي! سلاح حاد وقاتل! أوه، أرواح النينجا، ادوني علامة. واضح كده إن ده هدفي. ها؟ يا ترى هي سبايسي؟ أوف، طلعت صح. يلا نشوف مين اللي لقيتها. يام يام. إزاي؟ مفيش حد هنا؟ ضحكوا عليا. لازم أجهز خطة عمل. ناب ناب، فكر أكتر. مين اللي هنا؟ آها، ما تقدريش تستخبي مني. محتاج سلاح جديد. ها؟ صابون بابلز؟ ها؟ أنت وحش! هتعمل إيه فينا؟ هتعمل لنا حمام بابلز؟ ده مضحك قوي. هشيله بعدين. استنوا هتشوفوا. هنشوف مين اللي هيضحك في الآخر. فاشل كبير. أنت ادخل اللوكر. فاشل. لأ أرجوك لأ، دي أسوأ حاجة. كفاية. أوه أسناني المسكينة. خلاص كده أنا هتعامل معاكم. سيف الحاد. طيب مين فيكم هتكون أول واحدة؟ مش أنا. من فضلك بلاش أنا. لا أرجوك. يا ربي اديني إشارة أختار أي صندوق. الأصفر. تمام. يا شمس استعدي للغروب. ها؟ إيه؟ يا ربي ليه مش نافع؟ خلاص كده أنا زهقت. مفيش حاجة. ده فظيع. هي فين؟ أوبس. نوك نوك. مفيش حد في البيت. هي هناك. أيوة. أنا عندي فكرة. هو ليه هادي كده؟ هو فعلا مشي؟